السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آلاء شافعي، غرب أسوان، نجع الحجاب. عندي 19 سنة، بدرس في معهد فني صناعي، آخر سنة إن شاء الله. في البداية خالص كانت سيول دمرت حاجة فرحي، ومش فرحي بس، لا، حاجات البيت برضو، عفش ماما وحاجات تخص البيت برضو. وبعدين كنت تعبانة جدا، نفسيتي كانت تعبانة من الحوار ده. وبعدين شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، وقلت له يا رئيس، نفسي ان حضرتك تحضر فرحي وانا برضو متضررة. قال لي بصي، كل حاجة هتخلص قبل ميعاد الفرح، بس ما اقدرش اوعدك اني انا احضر الفرح، لكن ان شاء الله عندي امل كبير ان هو هيحضر الفرح وهيبقى معايا، وان شاء الله يا رئيس هتكبر بخاطري وهتيجي معايا. وبعدين مؤسسة حياة كريمة بشكرها برضو، لانها ما سابتنيش من اول يوم، كانوا معايا لحد امبارح، قالوا لي يلا نجيب الحاجات اللي الرئيس وعدك بيها. رحنا فعلا وجابوا لي الحاجة، اجهزة كهربائية، مطبخ، مراتب، كل اللي انا كنت محتاجاه. وبعدين جيت انا هوت في البلد، اهلي وصحابي وحبايبي كلهم استقبلوني بفرحة وبهجة وسرور، ومحدش يعني محدش حسسني ان هو ان باي ان هو حد مثلا شايل مني شايل اللي هو حقد ولا حاجة، لا، كلهم ظهروا لي بفرحة وبهجة وتمام. والحمد لله، ربنا يبارك لك يا ريس، ويكبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري، ومستنياك في فرحتي هتكمل بوجودك جنبي ان شاء الله. ولو مش هتيجي انا اجيلك بنفسي ونعملها عندك، ويحدد اليوم واحنا جايين لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رفح عباس عبد الله من قرية غرب أسوان، من متضررين السيول. حضرت اللقاء مع السيد، كنت في شرف استقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في مؤتمر، وبنتي سلمت عليه وقالت له يا ريت يا رئيس تحضر فرحي، فقال لها ما وعدكيش ان انا احضر الفرح. وبعدين الموجودين مع الرئيس قالوا له ان دي عروسه والجهاز بتاعها، السيول دمرت حاجتها. فبعد ما خرج السيد الرئيس بعت مندوب حياه كريمه وقال لهم في مفاجاه، السيد الرئيس امر بان فرح اجهزه الاء كل الاجهزه على ان هو متكفل بيها. وحياة كريمة، ربنا يبارك لهم. الشباب الموجودين ما صراحة ما قصروش، واتصلوا بينا امبارح وقالوا تعالوا عشان نشتري الحاجات اللي هي محتاجاها، وفعلا نزلنا وخلوها هي تختار بنفسها يعني، واشتروا لها الحاجات الهدية من السيد الرئيس. وبنشكر السيد الرئيس وبنتمنى ان هو يحضر فرحها زي ما فرحنا، ويبقى موجود معانا ويساندنا ان شاء الله، وربنا يبارك له ويبعد عنه اعداء النجاح واعداء الوطن ان شاء الله. شكرا يا رئيس، بارك الله فيك، تحيا مصر، يحيا السيسي.